أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة بإذن الله هنبتدي آخر محاضرة في الجزء الأول في Respiration، لننهي الجاس إكتشينج، وهي خاصة بالكربون دايكسايد، وهي Respiration Lecture رقم 7. فنتوكل على الله ونبتدئ الكربون دايكسايد ترانسبورت. وكعادتنا فإحنا بنحب نبتدي بامتحان على المحاضرة السابقة اللي كانت على الأكسجين ترانسبورت. فنبتدي نقول الأسئلة البانتل تشويس الخاصة بالأكسجين ترانسبورت. فالفكرة كالآتي، السؤال الأول بيقول لي regarding الأكسجين in physical form، الأرتيريال بلاد in arterial blood all are correct except، يعني اختار الخطأ. فالتيشوز use الفيزيكال then الكيميكال أكسجين. دي معلومة مهمة تبقى عارف ان برغم ان الفيزيكال أقل، انما لازم الأنسجة تبتدي بالفيزيكال لأنه الأسهل. مش بس دي، الأهم لما تاخد الفيزيكال فبالتالي هيقل الفيزيكال فيقل الاكشن تنشن، فالاكشن مع الهيموجلوبين يسيب، يعني الهيموجلوبين يسيب الاكشن. يبقى هو ده الترتيب يا ولاد الطبيعي، ان هي التيشوز عينها على الكيميكال، لكن الاول تاخد الفيزيكال فيقل، فيقل بدوره الاكشن تنشن، فبالتالي الاكشن ان هيموجلوبين يبقى ديسوشيتد، يبقى دي صح. هو عاد الخطا it determines the oxygen in physical وعليه the oxygen tension determines the percentage saturation of hemoglobin with oxygen، صح برضه. لكن it determines the oxygen capacity of hemoglobin، غلط طبعا، لانه the oxygen capacity بيعتمد على amount of hemoglobin فقط، لا شيء سوى amount of hemoglobin. وبعدين it's responsible for oxygen tension، صح، وعليه تبقى الإجابة الخطأ اللي هو عاوزها C for cat. السؤال الثاني، oxygen depletion curve in hemoglobin is shifted to the left by، طبعا احنا عشان يروح to the left يبقى اللي هو يسموه loading، حتى قلنا ال مع ال left هي loading، يعني يقعد شايل اكسجين مش عاوز اكسجين، زي قلنا في ال resting condition. انما fever ما هي دي تساوي increased temperature، دي بتشيفت to the right. decreased pH دي acidosis بتشيفت to the right. increased DPG بتشيفت to the right. إنما إمتى بيشيفت to the left؟ اللي هو loading، اللي هو increased affinity في الكربون مونوكسيد poisoning، بيجيب curve to the left، وعليه تبقى الإجابة الصحيحة هنا الكيرف shifted to the left في الكربون دايكسيد poisoning B for baby. regarding P50، هل هي أتيت the percentage saturation of hemoglobin at pressure 50 millimeters mercury؟ لا طبعا، هي البريشر اللي عنده الهيموجلوبين بيبقى 50% ساتوريتد، اللي هو في النورمال بيبقى 27، فدي خطأ. مش الساتوريشن اللي عنده البريشر 50، هي الساتوريشن 50 عند انهي بريشر. طيب it is decreased by increased affinity hemoglobin to oxygen، صح طبعا، لان لما يزيد الافينتي هيموجلوبين اوكسجين يبقى عاوزين بريشر اقل عشان يبقى ساتوريتد 50%. إنما it is increased by decreased PCO2 in blood، طبعا في هذه الحالة بالعكس، هي لما يقل الـ PCO2 in blood بيبقى shift to the left بيقل الـ P50، يبقى دي خطأ. increased P50 occurs by shift of oxygen saturation curve to the left، لا ده shift to the left بيقل الـ P50، يبقى الإجابة الصحيحة B for baby. السؤال الرابع، regarding the myoglobin all are correct except it has less affinity to hemoglobin to oxygen than hemoglobin، لا هو عنده more affinity to oxygen than hemoglobin، يبقى دي الإجابة الخطأ وهي المطلوبة اللي هي إيه. لكن نكمل، it acts as a small storage of oxygen، صح، it's fully saturated during rest، صح، لأن هو ما بيديش اللي فيه غير مع الactivity، فبيبقى fully saturated during rest، صح. Its curve is rectangular hyperpolar، صح،
يبقى الإجابة الخطأ اللي هو عاوزها تبقى A for alpha، إن هو less affinity than hemoglobin، هو عنده more affinity، لكن هو small storage of oxygen، هو بيبقى saturated في الريست شكله rectangular hyperpolar. السؤال الأخير regarding the oxygen decision curve for hemoglobin، الأكشن content is plotted against the oxygen tension. قلنا لا طبعا is plotted against percentage saturation عشان هي التي لا تتأثر بالأمونت في hemoglobin. It has its steep part at the lung. لا ال steep part يبقى عند التيشو. It's more shifted to the right for adult hemoglobin compared to fetal hemoglobin. طبعا لأن ال adult hemoglobin بيبقى عنده decreased affinity بيسيب الأكشن للفيتس. Decrease the affinity دي تساوي shift to the right. يبقى دي الإجابة الصحيحة. It shifted to the right in alkalosis. لا in acidosis مش in alkalosis. وعليه الإجابات كالآتي: 1 C for cat، 2 هيبقى D for daddy، 3 B for baby، 4 A for alpha، 5 C for cat. وأنا عارف إن الامتحان كان ليتل بيت صعب بس قلنا مرنكو عليه. طيب توقع امتدئ CO2 transport، carbon dioxide transport in blood، كما يحمل الأكسجين في صورتين كذا يحمل ثاني أكسيد الكربون في صورتين، physical يعني مذاب وchemical يعني في اتحاد كيميائي. يبقى الأكسجين والكربون دايكسايد كلاهما بيحمل في physical form اللي هو مذاب وchemical form في اتحاد كيميائي. لكن نيجي للفيزيكال فورم فبقول جملة يعني في مزاح عشان تفتكرها، فإن كما أنه من الحب ما قتل من الكربون دايكسايد ما قتل. الكربون دايكسايد الفيزيكال فورم بيموت ليه؟ تعال نشوف. لأن لما الأكسجين بيدوب في المية stays as is free oxygen molecule، بيقعد زي ما هو free oxygen molecule. لكن تعالى بقى في حالة الكربون دايكسايد لما بيدوب في الماء بمساعدة انزيم اسمه كربونيك انهيدريز يدي كارثة كربونيك أسيد اللي يبقى ديسوشيتد لباي كربونيت وهيدروجين. أنا عربيض يعني الCO2 المذاب مع ماء يدي مساعدة كربونيك انهيدريز كربونيك أسيد يبقى ديسوشيتد الى بايكربونات وهيدروجين يعني هيعمل اسيدوزيس. عشان كده قلنا جمله مهمه قوي يا اولاد، ان الكربون دايكسايد هو البرايمري ديترمينانت اوف بي اتش اوف ذا بلاد اللي بيحدد بي اتش اوف ذا بلاد. يبقى بينما الاكسجين المذاب بيقعد زي ما هو فري اكسجين مولكيولز، الكربون دايكسايد اللي بيدوب بيدي كارس بيدي كربونيك أسيد اللي بقى بيتشيتد لبايكربونيت وهيدروجين. ده بمساعدة انزيم مهم جدا يا أولاد اسمه كربونيك أنهيدريز. هذا الكربونيك أنهيدريز الأكتف سايت فيه تعرف لي عنه لأن ده من أهم الإنزيمات في الجسم والرياكشن ده very rapid very fast. بيحتوي زنك، ده سؤال في البايو كيمستري هيسألك على المركبات اللي فيها زنك، سؤال مشهور قوي في البايو. اوعى تنسى الكربونيك انهيدريز والزنك هنا هو الاكتف سايت في الكربونيك انهيدريز. اما للزملاء الاصغر سنا فلماذا سمي كربونيك انهيدريز؟ لانه الكربونيك انهيدريز بياخد الميه من اي كومباوند يخفيها. اهو كربونيك انهيدريز خد الميه وخلاها تتحد مع CO2 يديها كربونيك اسيد، عشان كده سموه انهيدريز يعني لا ماء، انه ضد الميه، اي ميه بياخدها من اي كومباوند يحولها لكربونيك اسيد بلس سي او 2. يبقى بدايه الموضوع غير مشجعه، ان الاكسجين المذاب زي الفل، الاسماك بتعتمد على الاكسجين المذاب، بينما الكربون دايكسايد المذاب كارثه لانه بيدي كربونيك اسيد اللي بيبقى ديشيتد لهيدروجين وبايكربونيت هيعمل فيتال دروب في البي اتش. عشان كده قلت كما انه من الحب ما قتل من الكربون دايكسايد ما قتل. طب تعال نشوف ازاي ربنا
خفف من هذه الكارثه. خد بالك ان هذا التفاعل ريفيرسبل متعاكس، دي لوحدها لا تساوي شيء. And the equilibrium lies to the left، يعني ناحية CO2. عشان كده حتى أنا السهم اللي رايح to the left عملوها باللون التخين. يبقى أول رحمة إلهية إن خلى التفاعل ده متعاكس، دي لوحدها ما تساويش حاجة، لأنه متعاكس والإكوليبريم to the right يبقى معظم CO2 هيدي هيدروجين. إنما هو reversible والإكوليبريم to the left. للزملاء الأصغر سنا، من كل 1000 جزيء كربون دايكسايد بسبب ان التفاعل ريفيرسبل والاكوليبريم ناحيه السي او 2 ناحيه الليفت، اونلي 1 موليكيول بيدي هيدروجين اين في الاخر. يعني ربنا خفف المشكله الى 1 على 1000 من بشاعتها بان جعل التفاعل ريفيرسبل والاكوليبريم تو ذا ليفت. يبقى ما تقولش واحده وما تكملهاش، تقول ريفيرسبل والإكوليبريم تو ذا ليفت. طيب تعال بقى للكيميكال فورمز. ستيل الواحد ده اللي ادى هيدروجين في الاخر من كل 1000 واحد ادى هيدروجين يموت. فده كانت فكره الكيميكال فورمز. فانا مش جاي اقرا معاكم يا اولاد، فكره الكيميكال فورمز ان احنا نبفر الكربونيك اسيد، نبفر الهيدروجين اي للكون. طب احسن حاجه، تعال ندور ايه احسن حاجه ممكن تبفر الاسيد. اي ثينك البيز. طب هل في بيزس متاحه عندنا في البلاد؟ اه، جوه اي خليه والار بي سيز خليه فيها بوتاسيوم، وبره اي خليه زي في البلازما في صوديوم. يبقى ممكن نشيل هذا الكربونيك اسيد في صورة بوتاسيوم بايكربونيت في الار بي سيز وصوديوم بايكربونيت في البلازما. يبقى دي أأمن صورة للكربون دايكسايد، ان الكربون دايكسايد خطورته انه مع الكربونيك انهيدريز، مساعد الكربونيك انهيدريز مع المية هيدي كربونيك اسيد هيموت، بدي هيدروجين اين يموت. فيمكن إزالة هذه الخطورة بأن احنا نعادله بالبوتاسيوم في الار بي سيز والصوديوم في البلازما، نشيله في صورة بوتاسيوم بايكربونيت الار بي سيز اند صوديوم بايكربونيت ان بلازما. فلأن هذه الصور هي الأكثر أمانا، خد بقى أهم سؤال ام اس كيو بيجي متكرر في كل العالم، إن موست اوف كربون دايكسايد في جسمك وجسمي is carried as bicarbonate. يعني ما يقول لك ايه اهم صوره بيحمل عليها الكربون دايكسيد في الجسم، ما تقراش السؤال، bicarbonate، لانها اكثر الصور امانا. انما الكمال لله وحده. ربنا علمنا ان نستغل كل الامكانيات. اه، احسن حاجه في معادله الكربونيك اسيد هو الصوديوم والبوتاسيوم، البيس بوتاسيوم بايكربونيت وصوديوم بايكربونيت. لكن احنا اتعلمنا مع بعض يا اولاد ان البروتينز في جسمك، البروتينز بتشتغل كبفر. فهل في بروتينات في الدم ممكن نشيل بيها الكربون دايكسايد ونزيل من سميته؟ اه، في البلازما بلازما بروتين، وفي الار بي سيز بروتين اسمه هيموجلوبين، ما هو الهيموجلوبين ده بروتين. فممكن نشيل جزء اخر من الكربون دايكسايد مع البروتين، اي مع الامينو اسيد. عشان كده سموا المركبات دي كاربامينو كومباوندز. كاربامينو كومباوندز اللي هي بتشمل كاربامينو هيموجلوبين في الار بي سيز وكاربامينو بروتين في البلازما. يبقى اتصور بعد الشرح اللي انا شرحته يا اولاد، انت فهمت ان فكره الكيميكال فورم هنا بتاع الكربون دايكسايد حاجه واحده بس، تو بافر الكربونيك اسيد. من هو افضل بافر للاسيد؟ البيز البوتاسيوم والصوديوم. عشان كده موست اوف كربون دايكسايد في اكسادنا بيحمل كبوتاسيوم بايكربونيت في الار بي سيز وصوديوم بايكربونيت في البلازما.
لكن لأن الكمال لله وحده، علمنا ربنا أن نستغل كل الإمكانيات. في حاجة تاني ممكن نشتغل كبافر، البروتين فيه هيموجلوبين في الار بي سيز وبلازما بروتين في البلازما، فنشيل جزء من الهيموجلوبين ككاربامينو هيموجلوبين، جزء اسف من السي او 2 ككاربامينو هيموجلوبين في الار بي سيز وكاربامينو بروتين في البلازما. يبقى انا ما جيتش اقرا معاكم كيف يحمل ثاني اكسيد الكربون، هعيدها تاني في عجاله: كما يحمل الاكسجين في صورتين كذا يحمل ثاني اكسيد الكربون في صورتين، فيزيكال مذاب وكيميكال. لكن كما انه من الحب ما قتل، من الكربون دايكسايد ما قتل. عشان كده قلنا ان ربنا خلق الرئه اساسا فاكر تو ريموف كربون دايكسايد، ذن تو ريموف كربون دايكسايد، ذن تو ريموف كربون دايكسايد، ذن تو سبلاي اوكسجين. كربون دايكسايد خطير جدا. ليه؟ لانه لما بيدوب في الميه مش زي الاكسجين، الاكسجين بيقعد فري اكسجين موليكلز، انما سي او 2 يدوب في الميه بمساعده الكربونيك انهيدريز اللي هو بيسموه ميتالو انزيم، من اهم الانزيمات في جسمك ميتالو عشان فيه زنك. وفهمت ليه سموه انهيدريز؟ عشان بيخفي الميه من اي كومباوند، ميه على طول ياخدها خليها تتحد مع سي او 2 تدي كارثه كربونيك اسيد اللي بتشيتد لباي كربونيت وهيدروجين. فللزملاء الاصغر سنا، ايه اهم ازاله لسميه الكربون دايكسايد؟ ان ربنا خلى التفاعلات دي ريفيرسابل، ما تنفعش لوحدها. والايكوليبريم، الايكوليبريم تو ذا ليفت، يعني من كل 1000 جزيء سي او 2 واحد بس هيدي هيدروجين. كانت تبقى لك لما تقول لي ريفيرسابل بس، ممكن تبقى ريفيرسابل ان تو ذا رايت، يبقى معظمه يدي هيدروجين، تبقى الكارثه ضربت الاف مئات الاضعاف. ريفيرسابل ايكوليبريم تو ذا ليفت، من كل 1000 جزيء سي او 2 واحد بس بيدي هيدروجين، ستيل الواحد ده يموت. فده فكره الكيميكال، ان احنا عملنا بافرنج للكربون دايكسايد، احسن بافر يا البيس. عشان كده موست اوف سي او 2 بيتشال كبايكربونات، بوتاسيوم بايكربونات في الار بي سيز وصوديوم بايكربونات في البلازما. ربنا علمنا ان نستغل كل الامكانيات، فالبروتين بتشتغل كبافر. هنشيل جزء من السي او 2 ككاربامينو كومباوندز، ككاربامينو هيموجلوبين في الار بي سيز وكاربامينو بروتين في البلازما. نيجي للشق الثاني في الموضوع. في حاجه اسمها تايدال سي او 2 وحاجه اسمها توتال سي او 2. من هو توتال سي او 2؟ حفظتها لاجيال، ده سؤال مش كده مهم جدا. التوتال سي او 2 هو الارتيريال سي او 2. وفي كل 100 سنتي ارتيريال بلاد في 48 مللتر 48 سنتي سي او 2. لما اقول جمل طويله المخ ما يلقطهاش يا اولاد، المذاكره فن، التحصيل فن اخر. فانا لو طالب احفظك الاتي اقول التوتال سي او 2 هو الارتيريال وكميته 48، التوتال هو الارتيريال وكميته 48 ومفهوم انها في كل 100 سنتي دم. طب نوزعهم ازاي يا اولاد؟ انا مش فاكر متوزعين ازاي، بس فاكر التقسيمه انهم متقسمين ال 48 3 3 42. طالب قال لي خلاص انا بقى اوزعها لك. اكبر كميه اللي هي 42 لازم تتشال في اكثر الصور امانا وهي البايكربونات. يبقى خلاص الثلاثه والثلاثه، واحده فيها كربامينو كومباوندز واحده فيزيكال. ده سؤال مسكين مهم جدا. يبقى من هو التوتال؟ التوتال كربون دايكسايد هو الارتيريال، ارتيريال كميته 84 ملليلتر، مفهوم فور ايتش 100 ملليلتر بلاد. توزيعته ازاي؟ 48 حفظناها مع بعض 3 3 42. الصوره الاكبر، الكميه الاكبر نحطها في الصوره الاكثر امانا اللي هي البايكربونات 100% 42 دول بايكربونات. يبقى فاضل 3 و3، 3 فيزيكال و3 كربون كومباوندز. نيجي للغباوه بقى. طب التوتال هو الارتيريال، يبقى التايدل مره تاني الطالب اللي الحفيظ اللي ما بيفكرش يقول هي الفينس، غلط. التايدل هو الكربون دايكسايد جيفن باي تيشو وكميته 4 سنتي. ليه؟ افهم، فاكر انا علمتكم كلمه تايد يعني مد وجزر.
افهم ليه سموه تايدل سي او 2. الارتيريال فيه 48 اهو راح للانسجه اللي هو انا، الانسجه تديله 4 سنتي بقى فيه 52، يروح بيهم لللانجز يفقدهم، يرجع فيه 48، ياخد 4 عند التيشو ويسيبهم عند اللانج، ياخد 4 عند التيشو ويسيبهم هم عند اللانج، يبقى فيه 48 يتحط عليهم 4 عند التيشو ويتسابوا عند اللانج، يتحط عليهم 4 عند التيشو ويتسابوا عند اللانج. عشان كده عامله زي ظاهره المد والجذر فسموه تايدل سي او 2. يبقى كان مفروض يعرفوا التايدل سي او 2 بايه؟ التايدل سي او 2 هو السي او 2 جيفن باي تيشو وريموفد ات ذا لانج، جيفن باي تيشو وريموفد ات ذا لانج، يبقى عامله زي المد والجذر. هم اكتفوا بكلمه يبقى التايدل سي او 2 هو اللي جيفن باي تيشو، ما هو بقيتها ملهاش لازمه، ما هو اللي جيفن باي تيشو لازم يتساب عند اللانج. انما انا فهمت لك من الاول ليه سموه تايدل سي او 2، انه جيفن اند ريموف، جيفن اند ريموف، يبقى زي ظاهره المد والجذر، يعلى ويوطى، يزيد ل 52 ويرجع ل 48، يزيد 52 ويرجع ل 48. ويبقى لما يسالني سؤال مهم جدا مش شافه، الفينس سي او 2 كام؟ 52، التوتال زائد التايدل. الارتيريال جه فيه 48، التيشو حطت فيه 4، رجع الفينس فيه 52. انما الغباوه بتاع ان انا اقول التوتال ارتيريال والتايدل فينس، ده طالب حفيظ مش فاهم حاجه. طيب يبقى التوتال ارتيريال 48 وزعتها ازاي؟ انا قلت لك انا فاكر انها 3 3 48 42، فانت بذكائك قلت لي حط ال 42 بايكربونات الصوره الاعلى عين 3 و 3. طب ال 4 سنتي اللي هو التايدل سي او 2 اللي هم جيفن باي تيشو ريموفد عند اللانج، وعشان كده بقى يقولوا التايدل سي او 2 هو اللي جيفن باي تيشو، ما بيكملوهاش، مفهوم ان ريموفد عند اللانج 4. انا فاكر متوزعين ازاي بس مش فاكر مين فين. انا فاكر انهم متوزعين اكبر كميه 2.6 وبعدين 0.4 كده بقى وصلنا 3 2.6 4 و3 و1. وزعهم لي انت لطالب فاهم. اكبر كميه نحطها في الصوره الاكثر امانا 2.6 نحطها في البايكربونات، واقل كميه في الصوره الاخطر اللي هي 0.4 الفيزيكال 4. يبقى الواحد اللي فاضل كربامين كومباوندز، يبقى عاوزه مخ. الاربعه متوزعين 2.6 ده اكبر رقم، 4 اصغر رقم، يبقوا 3 و1. هوزعهم ازاي؟ اكبر كميه وراء الخلق خالق تحط في الصوره الاكثر امانا بايكربونات، واقل كميه في الصوره الخطيره الفيزيكال اللي بتدي كربونيك اسيد 0.4، والواحد يبقى كاربامينو كومباوندز. يبقى التوتال ارتيريال اتحط عليه التايدل 4، فبقى الفينس فيه كام؟ سؤال اهو تبقى حافظه صم. يبقى الفينس عباره انا كاتبها لك اهو، التوتال زائد التايدل يساوي الفينس. يبقى 48 زائد 4، الارتيريال باب بيروح فيه 48 ياخد 4 يرجع فيه 52. تمام؟ يجي سؤال صعب ما حدش عمره هيساله لك في الشفر، انما طلبه كتير قوي اذكياء نفس قاله لي. الاول افهم السؤال، هو البلاد رايح للتيشو ليه؟ عشان يديها اكسجين ويشيل منها الكربون دايكسايد، صح؟ فطالب سألني يعني هو رايح ياخد منها الكربون دايكسايد؟ قلت له اه. قال لي طب ليه الارتيريال باب من الاول فيه 48 سنتي سي او 2، ليه ما يروحش فاضي يجيب ال 4 سنتي من التيشو ويرجع بيهم في الرئه؟ ليه بيروح فيه 48 وهو رايح يشيل 4 بس؟ واحد من اهم الاسئله يا اولاد اللي ما حدش هيسالها لك بس عاوز ناس فاهمه. انا قلت ان البرايمري ديتيرمنت بتاع البي اتش في الدم هو كربون دايكسايد. عاوزك تتخيل لو الارتيريال بلاد راح في صفر ورجع في 4 اهو بالشكل ده، يبقى الريشيو ما بين البي اتش بتاعه الفينس في 4 والارتيريال
في صفر، 4 على صفر يا نهار ابيض، تبقى يعني حتى لو حسبناها رياضيا يبقى ما لا نهايه، يبقى مفيش اي علاقه بالبي اتش بتاع الفينس والارتيريا. لكن افهم بقى الحته الجايه، لما يروح الارتيريال بلاد في 48 ياخد 4 من التيشو يبقى الفينس فيه 52، يبقى نسبة الكربون دايكسايد في الفينس الى الارتيريال مش 4 لصفر زي ما انت عاوز، 52 ل 48، اقسم لي 52 على 48 تساوي 1.0 حاجة، تساوي 1.0 حاجة. يعني يبقى الفينس بلاد والارتيريال بلاد، الفينس فيه 52 والارتيريال فيه 48، يبقى الريشيو بينهم تقريبا 1. يبقى البي اتش بتاعت الفينس بلاد تقريبا زي البي اتش بتاعت الارتيريال بلاد او اعلى قليلا، سلايتلي اسيديك. واظن كانت هي دي عمليه الهوميوستيزيس، ان لازم البي اتش تبقى ثابته في الجسم. فلا يمكن تصور التصور الغبي ولما بيعرفش يجاوبه كتير من الزملاء ان ليه الارتيريال ما راحش فيه ما فيهوش سي او 2 خالص ورجع فيه 4، مش هو راح يجيب سي او 2؟ يا نهار ابيض، كان يبقى الارتيريال ما فيهوش والفينس فيه 4، الريشيو ما بين 4 و0 رهيبه، كان يبقى فيه اختلاف رهيب بين البي اتش اوف فينس عن البي اتش اوف ارتيريال، والحياه تنقضي. لكن دي الاجابه للزملاء الاصغر سنا، ليه الارتيريال بلاد اللي رايح يجيب سي او 2 راح اوريدي في 48 وهو يجيب 4؟ عشان يبقى الارتيريال في 48 والفينس 52، يبقى ده لما تقسم ده على ده يبقى تقريبا 1 وحاجه حاجه لا تذكر، يبقى البي اتش اولموست 1 زي بعض او الفينس بلاد سلايتلي اسيدي. This is why arterial في اوريدي 48، واحد من اهم الاسئله اللي سالتها، and this was the answer، انه وراء الخلق خالق. نعيدها في عجاله ثاني يا اولاد لثالث مره. كما يحمل الاكسجين في صورتين يحمل ثاني اكسيد الكربون في صورتين، فيزيكال مذاب وكيميكال في اتحاد كيميائي. الفيزيكال هو الخطير لان الكربون دايكسايد مع الميه في وجود الكربونيك انهيدريز بيدي كارثه، كربونيك اسيد بايكربونيت وهيدروجين. فكيف ازال الله هذه السميه؟ انه خلى التفاعل ريفيرسبل والاكوليبريم تو ذا ليفت، من كل 1000 جزيء سي 2 واحد بس هيدي هيدروجين، ستيل واحد ده خطير. فده فكره الكيميكال فورمز، نبافر الكربونيك اسيد. فافهم هي مش مجرد كومباوندز مركبات لها معنى، ايه احسن حاجه تبافر بيها الاسيد؟ البيس. فعشان كده معظم السي او 2 بيتشال على كبايكربونيت، كبوتاسيوم بايكربونيت في الار بي سيز وصوديوم بايكربونيت في البلازما. لكن ربنا كمان الله واحد علمنا ان نستغل كل الامكانيات. طب انا عندي بروتين بيشتغل كبافر، يبقى ليه ما شيلش كمان، ما استخدمش البروتين تبافر الكربونيك اسيد؟ فجزء من السي او 2 بيتشال على الهيموجلوبين بتاع الار بي سيز، وده بروتين ككاربامينو هيموجلوبين، وجزء مع البلازما بروتين ككاربامينو بروتين. يبقى فكره الكيميكال كومباوندز ان احنا نبفر الكربون دايكسايد. طب دي الجزء الثاني في الصفحه، ايه هو التوتال وايه هو التايدال سي او 2؟ هفصل اجيال، يلا احفظ معايا. التوتال ارتيريال 48، التايدال تيشو 4، التوتال هو اللي موجود في الارتيريال وكميته 48، التايدال هو اللي بتديه التيشو كميته 4. يبقى الفينس فيه كام؟ 48 و4 يبقى 52، يبقى قريب من الارتيريال 52 وده فيه 48، يبقى ده اكتر حاجه بسيطه، فالبي اتش بتاعتهم تبقى متقاربه. طب توزيعها، علمتك اللعبه. انا فاكر ال 48 متوزعين ازاي؟ 3 3 42، يبقى اكتر كميه تحطها ايه؟ بايكربونيت. التايدل متوزعين ازاي؟ 2.6 دي اكبر كميه واصغر كميه 0.4، كده وصلنا 3 واحد تاني، يبقى حط ال 2.6 بايكربونيت اللي هي أأمن صورة، وال 0.4 في الفيزيكال فورم اللي هي أكثر الصور خطورة، يبقى أقل كمية حطها في الفيزيكال، ده أخطر حاجة 0.4، أكبر كمية في أأمن حاجة البايكربونيت، والواحد يبقى كاربامينو كومباوندز.
ولا تنسى الفينس 52. وانتوا بس اللي فاهمين يا اولاد السر ليه ربنا خلى الارتيريال في سي او 2 يقارب اللي في الفينس ده 48، ليه راح اوريدي في سي او 2 وراح يجيب السي او 2 ويجيب 4 فالفينس فيه 52؟ لان الكربون دايكسيد هو البرايمري ديترمنت اوف بي اتش، عشان يبقى البي اتش بتاع الفينس بلاد كلوز للبي اتش بتاع الارتيريال بلاد، حاجه تتمشى مع الهوميستيزيس. طيب نعيد حاجة هتفيدنا وقلناها المحاضرة الماضية، مين المسؤول عن الكربون دايكسيد تنشن؟ الفيزيكال فورم، الفيزيكال فورم الصغير ده هو ده اللي بيدي التنشن. وفاكرين يا أولاد التنشن؟ قلنا الأكسجين في الأرتيريال بيبقى 40، بيبقى 100، وفي الفينس بيبقى 40. الكربون دايكسيد بالعكس بيبقى عالي في الفينس، التنشن 46 مليمتر مركوري و40 في الارتيريال. لما حفظنا كان في رقم مشترك 40، حفظناها 100 مره وبعدها تاني، الاكسجين 40 100 والكربون دايكسيد 40 46، حتى انا حاطط لك رقم 40 في دايره، يبقى 40 100 اكسجين 40 46 كربون دايكسيد. ولا تنسى ان الارتيريال زي الالفيولاي والفينس زي التيشو. مين المسؤول عن التنشن؟ مش الكيميكال فورمز الكتير، المسؤول عنه الفيزيكال فورم قليل، لان قلت وبقول وهقول، لان الغازات في الاتحادات الكيميائيه لا ضغوط لها. gases in chemical forms have no tension. only gases in physical form have tensions. الغازات في الفيزيكال هي اللي ليها تنشن. ايه التنشن؟ حفظناه مع بعض لان ده من اهم الارقام في المعامل تبقى عارفها، ضغط السي او 2 ضغط الاوكسجين، وقلت كل واحد عنده رقمين، رقم 40 مشترك 40 100 اوكسجين مليمتر مركوري، 40 46 كربون دايكسيد مليمتر مركوري. اما توزيعهم مين ارتيريال ومين فينس سهل يا اولاد، الاوكسجين اعلى في الارتيريال 100 ارتيريال ولا 40 فينس؟ السي او 2 اعلى في الفينس 46 فينس و40 بتبقى ارتيريال. ولا تنسى ان لو سالك التيشو زي الفينس بالظبط، ولو سالك الالفيولاي تقريبا زي الارتيريال تقريبا، قلنا في فرق تافه يمكن تو اجنور ات اللي هو 105، قلنا ده سؤال مهم جدا تاني. طيب انتقل لجره هذه المحاضره، وهي السي او 2 ترانسبورت اد تيشو اللي هي بيسموها كلورايد شيفت فينومينون او همبرجر فينومينون. عارف الهمبرجر اللي بتاكله؟ هنا سموها الكلورايد شيفت همبرجر فينومينون نسبه الى مكتشفيها، وهو اسمه هارتوج جيكوب هامبرجر. هارتوج جيكوب هامبرجر، طبعا انت عارف ان هم بياخدوا اسم العيله، كان اسم العيله هامبرجر. ده واحد من اهم المواضيع. الاول افهم احنا هنتكلم على ايه. دلوقتي كل 100 سنتي ارتيريال بلاد بيروحوا فيهم 48 كويس سي او 2، التيشو تديهم، اسمعني كويس قوي، التايدل سي او 2، قنبلة موقوتة اسمها تايدل سي او 2 وكميتها 4 مليليتر. اهو يبقى التيشو لما هنروح هيروح لها البلاد، ده البلاد ار بي سي جو بلازما، اما يروح التيشو كل 100 سنتي هتديهم 4 مليليتر تايدل سي او 2 يمثل قنبلة موقوتة. لو البلاد ما تصرفش، غض البصر عن هذا التايدل سي او 2 ما تصرفش فيه، هيدوب في الـ في الـ في الميه، هيدي كربونيك اسيد، هيعمل فيتال دروب في البي اتش. يبقى افهم فين المشكله. المشكله ان حضرتك كل 100 سنتي دلوقتي عند حضرتك دم بيروحوا للتيشو، التيشو بيسلمهم 4 مليليتر تايدل سي او 2. لو هذا البلاد بتاع حضرتك والعبد الله ما تصرفش في هذا التايدل سي او 2 اللي هو ال 4 مليليتر وسابهم كده، نسي القصة، هيدوبوا في المية بتاعت الدم، يدوا كربونيك أسيد، يحصل
فيتال دروب في البي اتش. فقصه الكلورايد شيفت فينومينون او هامبرجر فينومينون هي قصه التخلص من التايدل سي او 2. فتعال نشوف هيحصل ايه عند التيشو. الرسمه الاول افهمها معايا. دي الار بي سيز اهي باللون الاحمر، وده البلازما وده التيشو. فعند التيشو بيحصل ايه؟ نبتدي بدايه طفوليه خالص. التيشو بيحصل عندها ايه يا بابا؟ التيشو بتاخد الاكسجين وتدي الكربون دايكسايد. حلو؟ كلام بتاع اطفال. طب عايزين نعلو على مستوى الاطفال شويه، نقولها بيزد على التنشن. هي ليه التيشو بتاخد اكسجين وبتدي كربون دايكسايد؟ لان ضغط الاكسجين في الارتيال بلاد اعلى من التيشو، فاكر؟ 40% المية دي عند الارتيال بلاد وال40 عند التيشو، فالاكسجين يتجه من البلاد للتيشو والعكس في السي او 2. لا تكتب التنشن. التنشن في البلاد 40 وعند التيشو 46 بتاع الكربون دايكسيد مليمتر مركري، فالسي او 2 يتجه من التيشو للبلازما. تمام؟ يبقى دي اول جمله. عندنا كارثه 4 سم عاوزين نخلص منهم. فالهيموجلوبين مشكورا قال يا جماعه يا جماعه انا شغال نظام شاديه. يعني قال عشان ماليش قلبين ما اقدرش احب اتنين. انا لما هسلم بعض من الاكسجين بتاعي للتيشو، مش الهيموجلوبين بيسيب الاكسجين للتيشو، مقدرتي على حمل ثاني اكسيد الكربون هتزيد، فاقدر اخلصكم من سنتي من الاربعه دول. سنتي من الاربعه هشيله ككاربامينو هيموجلوبين سنتي واحد، وده يمثل 25% من المشكله. مشكله 4 سم اهي. الهيموجلوبين بمنتهى الظرف قال انا ما بسيب جزء من اوكشن بتاعي للتيشو، بدي الاوكشن بتاعي للتيشو، مقدرتي على حمل الكربون دايكسيد بتزيد، فهشيل لكم واحد من الاربعه الذي يمثل 25% في صوره كربون هيموجلوبين. ولكن المفاجاه إن هذا الكربامين هيموجلوبين ليست له علاقة بموضوعنا وهو الكلورايد شيفت فينومينون. مش أي علاقة بالقصة. الكلورايد شيفت فينومينون بيختص بالجزء الأكبر، التاتا اللي فاضلين هنعمل فيهم إيه؟ وحفظتها لأجيال، قصة رباعية الأشواط. تعالى تابع معايا خطوة خطوة من خطوات الأربعة ومع شقت مثل عشق النظام. 3 سم التانيين من السي او 2 اهو، خلاص خلصنا من السنتي ده، فهمنا ازاي؟ الهيموجلوبين لما ساب اوكشن قدر يشيل سنتي من الاربعه. 3 سم من الكربون دايكسيد دول ستيب 1 هيدوبوا مع الميه بتاعه الار بي سيز بمساعده الكربونيك انهيدريز يدوا كربونيك اسيد، دي ستيب 1. يا نهار ابيض، حصلت الكارثه. في بيتنا اسيد مش اسد. اسيد السي او 2 داب مع الميه ادى كربونيك اسيد. طالب بيسال سؤال ذكي، هو ليه السي او 2 بيدوب في الميه بتاعت الار بي سيز وما دابش في الميه بتاعت بلازما، مع ان الميه البلازما فيها 90% ميه، يعني فيها ميه اكتر من الار بي سيز؟ الاجابه قصادك اهو، لان الكربونيك انهيدريز، ده سؤال ام اس كيو مهم جدا، موجود فقط في الار بي سيز. فالسي او 2 بيدوب في الميه بتاعت الار بي سيز وما بيدوبش في الميه بتاعت البلازما. ادى ايه؟ كربونيك اسيد. يا نهار ابيض، حصلت المشكله، في بيتنا كربونيك اسيد، الحقني، هيعمل فيتال دروب في البي اتش. الحقك ازاي؟ دور معايا على حاجه نعادل بيها هذا الكربونيك اسيد. ايه احسن حاجه تعادل الكربونيك اسيد؟ البوتاسيوم، الصوديوم، البيز. من هو البيز المتاحه في الار بي سيز جوه الخلايا؟ بوتاسيوم. دور لي البوتاسيوم موجود فين؟ طلبه كتير ما تعرفش البوتاسيوم موجود فين في الار بي سيز. البوتاسيوم جوه الار بي سيز، وده لوحده سؤال مهم جدا، بيبقى متحد مع الهيموجلوبين. ليه؟ لان قلنا ان اي بروتين في جسمك موجود في وسط الكلاين، جسمك الكلاين، بيهيفز از ان اسيد، هيموجلوبينيك اسيد. فالبوتاسيوم متحد مع الاسيد اللي هو الهيموجلوبينيك اسيد. فلما يسالك فين البوتاسيوم في الار بي سيز، بيبقى اي بيز متحده مع اسيد اللي هو الهيموجلوبينيك اسيد، وده فيري ويك اسيد. ف
ربنا استنى قاعدة جميلة خدناها في ثانية يا ولاد، ان تملي الحمض الاقوى اللي هو في حالتنا دلوقتي كربونيك اسيد ينتزع القاعدة البوتاسيوم من الحمض الاضعف اللي هو الهيموجلوبينيك اسيد، ودي قاعدة رائعة، لان احنا اللي هيموتنا مش الحمض الضعيف اللي هو الهيموجلوبينيك اسيد، اللي هيموتنا الحمض الاقوى هو كربونيك اسيد. فربنا حط قاعدة، قاعدة تحافظ على الحياة، ان تملي اي اسيد ينتزع القاعدة من الاسيد الاضعف منه، فانبفر الاسيد القوي اللي كان هيضرنا ومش مهم الاسيد الاضعف. فاللي هيحصل اتي، الكربونيك اسيد هياخد البوتاسيوم وهيدي هيدروجين للهيموجلوبين، فيتحول الكربونيك اسيد الى بوتاسيوم بايكربونيت، واتكون عوضا عنه حمض ضعيف مش هيأثر اسمه هيموجلوبينيك اسيد. المهم خلصنا من الكربونيك اسيد، الحمد لله. الان نتنفس صعباء، الحمد لله تخلصنا من الكربونيك اسيد، عادلناه بالبيز المتاحة في الار بي سيز وهي البوتاسيوم اللي كان موجود فين؟ اي بيز موجودة مع اسيد موجود مع الهيموجلوبين، لان الهيموجلوبين بروتين في الوسط القاعدي بيهيفز از ويك اسيد هيموجلوبينيك اسيد، فتكون بوتاسيوم بايكربونيت. يبقى خلصنا خطوتين، ولكن الوقت يمضي لغير صالحنا. طالب يقول يعني ايه؟ كل ما الوقت بيفوت الأنسجة بتدي مور كربون دايكسايد، يدي مور كربونيك أسيد، هنعدله بالبوتاسيوم بتاع الهيموجلوبين اللي هو كميته محدودة، بعد شوية هينضب هيخلص البوتاسيوم بتاع الهيموجلوبين، هنفاجأ بأن فيه سي او 2 جديد كربونيك أسيد جديد مش لاقيين له بوتاسيوم. فتلفتت الار بي سيز من حولها فلقت ان البلازما بتموج ببيز اخر ليه الصوديوم، ففكرت فكره جميله جدا، ليه نعادل كل الكربونيك اسيد اللي اتكون في الار بي سيز بالبوتاسيوم اللي جوه الار بي سيز وده كميته محدوده، ليه ما نرسلش جزء بره الار بي سيز لنعادله بالصوديوم اللي كميته اكتر بكتير من البوتاسيوم. فدي الخطوه الثالثه، فخرج البايكربونيت بالكونسنتريشن جريدينت لان هو تركيزه عالي في الار بي سيز على البلازما، يبقى خرج بالكونسنتريشن جريدينت عشان نعادله بالصوديوم. بس حصل كارثه. ليه؟ ان لما يخرج البايكربونيت بره عدد النيجاتيف تشارجز بره هيزيد، هيبقى في بايكربونيت نيجاتيف وكلورايد نيجاتيف في مقابل صوديوم واحده بوزيتيف، فلما النيجاتيف بره يزيد ده هيمنع خروج كميه اخرى من البايكربونيت. يبقى خروج البايكربونيت شيء رائع، بدل ما بعادله بس بالصوديوم بالبوتاسيوم في الار بي سيز اقدر اعادله كمان بالصوديوم في البلازما. واقول لك معلومه مهمه جدا، كميه كربونيك اسيد اللي بيتعادل بالصوديوم اكتر من البوتاسيوم بكتير، 3 الى 1، 75% من الكربونيك اسيد اللي بتديه الانسجه 75% بيتعادل بالصوديوم، 25% بس بالبوتاسيوم. بس في حاجه تعوق الحكايه دي، ان لما بيخرج البايكربونيت عشان يتعادل بره بالصوديوم عدد النيجاتيف تشارجز بتزيد، فده هيمنع خروج هيبقى في نيجاتيف كتير هنا ما اقدرش اخرج له تاني بايكربونيت نيجاتيف. الا اذا ايه؟ تفضل الكلورايد مشكورا ودخل جوه الار بي سيز، يبقى كده النيجاتيف تشارجز بره مش هتزيد، كل بايكربونيت يخرج ندخل قصاده واحد كلورايد، كل واحد بايكربونيت يخرج ندخل قصاده واحد كلورايد عشان عدد النيجاتيف تشارجز بره ما تزيدش، فنقدر نستمر في اخراج البايكربونيت ونعادله بالصوديوم وهي الكميه الاهم 75% زي ما بنعادله بالبوتاسيوم وهي الكميه الاقل اهميه 25%. فبقول الجمله الخطيره يا اولاد، لولا ان تفضل الكلورايد مشكورا بالدخول، هنا هيدخل بالالكتريكال جريدينت بقى لان هنا النيجاتيف كتير وهنا نيجاتيف قليل، فالكلورايد يدخل بالالكتريكال جريدينت يتشد بالالكتريكال جريدينت، يحصل له ريبالشن بالنيجاتيف كتير يدخله بالالكتريكال جريدينت. فبقول لولا ان الكلورايد تفضل مشكورا بالدخول عوضا عن البايكربونيت
ما أمكن الاستمرار في إخراج البيكربونات، وعليه ما أمكن معادلة الكربونيك أسيد بالصوديوم وهي الكمية الأهم. لو ما رضاش الكلورايد يدخل ما كانش ممكن أخرج البيكربونات، ما كانش ممكن أعادل البيكربونات بالصوديوم وهو الكمية الأهم زي ما بعدله بالبوتاسيوم. 75% من الكربونيك أسيد في الجسم بيتعادل بالصوديوم، 25% بس من البوتاسيوم، ولا انتهت الحياة. يعني أنا عاوزك تبص للخطوة دي وتقول thank God، لولا أن الكلورايد تفضل مشكورا بالدخول ما أمكن استمرار في إخراج البيكربونات، لأن كان عدد النيجاتيف تشارجز هتزيد. طب ولو ما قدرتش أخرج البيكربونات ما كنتش هقدر أعدله بالصوديوم وهي الكمية الأهم زي ما بعدله البوتاسيوم، وبالتالي كان هيحصل فيتال دروب في البي اتش. فعش كده انا بحيي هامبرجر انه قال ايه هامبرجر، انظروا انظروا كيف تحرك الكلورايد، لولا ان تفضل الكلورايد بالدخول ما امكن اخراج البيكربونات، ما امكن معادله الكربونيك اسيد بالصوديوم وهي الكميه الاهم كما عدناها بالبوتاسيوم لحدث فيتال دروب في البي اتش وتوفانا الله. عشان كده سمى الموضوع، شوف افهم العنوان، كلورايد شيفت فينومينون، ظاهرة تحرك الكلورايد، انظروا انظروا كيف تحرك الكلورايد. وتخيل ابنائي الاعزاء ان الحياة متوقفة على دخول الكلورايد. عشان كده استحق ان احنا نسمي العملية باسمه كلورايد شيفت فينومينون، واللي اكتشفها قلنا هارتوج جيكوب هامبرجر وسماها باسمه هامبرجر فينومينون، بس الاسم الاهم كلورايد شيفت فينومينون. ثانك جاد، يعني نشكر الله لانه بسبب ان تفضل الكلورايد مشكورا بالدخول. لولا ان تفضل الكلورايد بالدخول، هقولها المره العاشره، ما امكن اخراج البيكربونات، ما امكن الاستمرار في اخراج البيكربونات. هتقولي ليه؟ هقول لك لان كان عدد النيجاتيف تشارجز بره هيزيد لو ما دخلش كلورايد، فكان ده هيعوق خروج البيكربونات. طب وكان هيحصل ايه؟ كنت فقدت قدره معادله كالوريك اسيد بالصوديوم وهو الاهم، 75% من الصوديوم، ولا حدث فيتال دروب في البي اتش. ادي يا اولاد ظاهره كلورايد شيفت فينومينون. السؤال طالب بيسألني، طب البايكربونات هيخرج والكلورايد يدخل لحد امتى؟ الإجابة هي صادق، الدوننس إيكوليبريم، لحد ما البايكربونات في البلازما على البايكربونات الار بي سيز تساوي، اوعى تغلط، العكس، الكلورايد ان ار بي سيز على الكلورايد ان بلازما. يعني البايكربونات في البلازما على الار بي سيز تساوي الكلورايد في الار بي سيز على البلازما. ممكن تعكسها، لو كتبت هنا البايكربونات ان ار بي سيز على البلازما يبقى الناحيه الثانيه تكتبها بالعكس، انما لو هنا بلازما على ار بي سيز يبقى الناحيه الثانيه لازم تبقى ار بي سيز على بلازما او العكس. ده الدوننز اكوليبريم. تعال بقى اقول لك قصه الكلورايد شيفت فينومين. الاول افهمها كما انا فاهمها، كل 100 سنتي ارتيريال بلاد بيروحوا الانسجه فيهم كام يا اولاد؟ فاكرين التوتال سي او 2 كان كام؟ كل 100 ارتيريال بيروح فيهم 48. الانسجه بتديهم ديورينج ريست، الكلام ده ديورينج ريست عشان تبقى فاهم، ممكن ديورينج اكتيفيتي يبقى اكتر، بس عم نتكلم في ديورينج ريست. تديهم قنبله موقوته اسمها تايدال سي او 2. كم سنتي يا اولاد؟ 4. لازم البلاد يتصرف في الاربعه دول. ربع المشكله الهيموجلوبين مشكورا قال انا لما بسيب اكسجين مقدرتي على حمل ثاني اكسيد الكربون تزيد، عشان ماليش قلبين ما اقدرش احب اتنين، لما اسيب واحد الاكسجين اقدر اشيل سي او 2، هاخد لكم سنتي من الاربعه، هخلصكم من 25% من المشكله، هشيل سنتي ككربامين كومباوندز. بس ده الجزء الاصغر. الجزء الاكبر هو في موضوع الكلورايد شيفت فينومينون، 4 خطوات تحفظها صم. طب الثلاثه سنتي اللي دخلوا، ستيب 1 الكربون دايكسايد مع الميه يدي
في مساعدة الكربونيك انهيدريز دي كربونيك اسيد، وعاوزك تتخض يا نهار ابيض الكون كربونيك اسيد في بيتنا في الارمشيش في اسيد، هتعمل فيه دروب في البي اتش. والسؤال ليه هيسألهولك الكربون دايكسيد بيتحد مع المية في الار بي سيز نوت ان بلازما، لان مفيش كربونيك انهيدريز في البلازما، انما في كربونيك انهيدريز في الار بي سيز. معايا؟ ستيب نمبر 2، دور لي على بيز بسرعه، فين البيز المتاحه جوه الخلايا؟ بوتاسيوم للاوائل، فين البوتاسيوم متحد مع الهيموجلوبين؟ لان الهيموجلوبين اكس ازويك اسيد، هيموجلوبينيك اسيد، فالحمض الاقوى هو الكربونيك اسيد، هيدي له هيدروجين وينتزع منه البوتاسيوم فيتكون بوتاسيوم بايكربونيت، لان اللي ممكن يموت هو الحمض الاقوى. فربنا استنى هذه القاعده ان الاحماض القويه تنتزع القاعده من الاحماض الضعيفه، يبقى ياخد بوتاسيوم يتحول بوتاسيوم بايكربونيت، والتاني يتحول الى ويك اسيد هيموجلوبينيك اسيد انه اداله هيدروجين. الان نتنفس صعداء، الحمد لله خلصنا من الكربونيك اسيد حولناه الى بوتاسيوم بايكربونيت، ولكن الوقت يمضي لغير صالحنا. ليه؟ more time more CO2 more carbonic acid، هيخلص البوتاسيوم بعد شوية. فنظرت الار بي سيز على يمينها ولا يسارها زي ما يكون، لقت البلازما بتموج بالصوديوم. لو خرجت البايكربونيت وعدلته كمان بالصوديوم زي ما بعدل البوتاسيوم، حاجة جميلة قوي قوي. فخرج البايكربونيت بالكونسنتريشن جريدينت عشان يتعادل بالصوديوم، وكميته اهم بيعادل تلات ارباع الكربونيك اسيد كما تعادل البوتاسيوم. بس في حاجه حصلت غلط، ان عدد النيجاتيف تشارجز بره هيزيد، هيبقى في بايكربونيت وكلورايد. طب يعني ايه ده؟ هيوقف تدفق البايكربونيت الا اذا الا اذا الا اذا الخطوه الرابعه، تفضل الكلورايد مشكورا بالدخول، وقد تفضل الكلورايد مشكورا بالدخول بالالكتريكال جريدينت. يبقى لولا ان تفضل الكلورايد مشكورا بالدخول ما امكن الاستمرار في اخراج البايكربونيت، ما امكن معادله الكربونيك اسيد بالصوديوم زي ما بنعادله بالبوتاسيوم، ولا حدث فيتال دروب في البي اتش. نشكر الله لان حياتنا، شوف من نعم الله التي لا تحصى، متوقفة على قبول دخول الكلورايد، على ان الار بي سيز دي منفذة للايونات النيجاتيف، وده سؤال ام اس كيو، وغير منفذة غير منفذة للايونات البوزيتيف اللي هي الصوديوم والبوتاسيوم. صور معلومة في الام اس كيو مهمة جدا، ان عشان يخرج البايكربونيت ويدخل عضو عنه الكلورايد، ربنا خلى الار بي سيز تنفذ النيجاتيف لتشارجد اين، ولا تنفذ البوزيتيف لتشارجد اين. طب هيسالك، طب لحد متى يخرج بايكربونيت ويدخل عوضة عنه واحد كلورايد؟ كل بايكربونيت يخرج يدخل عوضة عنه واحد كلورايد، عشان نيجاتيف تشارج بره ما تزيدش، فنستمر في اخراج البايكربونيت فنعدله بالصوديوم، وهو الاهم 75% زي ما بنعدله بالبوتاسيوم. قال لك لحد الدوننز اكوليبريم، هيسالك تقول له لحد ما البايكربونيت ان بلازما على البايكربونيت الار بي سيز تساوي الكلورايد ان ار بي سيز على الكلورايد ان بلازما. المهم لو حطيت هنا بلازما على ار بي سيز يبقى الناحيه الثانيه العكس ار بي سيز على بلازما. طيب نيجي الريزلتس اوف كلورايد شيفت فينومينون عند التيشو، عملتها في جدول رائع من 7 نقاط ريزلتس. تعال نفكر مع بعض. الاول هتكلم على الايونات، انا بتبادل بايكربونيت مع كلورايد ولا اتبادل الكاتاينز صوديوم بوتاسيوم، مفيش تبادل، عشان كده هما اتنين كونستانت هنا، الممبر بتاع الار بي سيز ما يفوتهمش، ده سؤال مسكيو. بتبادل بايكربونيت مع كلورايد، من التغير في عدد الايونات، شوف كاتب جدول بطريقه جميله، يمكن استنتاج الاوزموتيك بريشر، الاوزموتيك بريشر بيعتمد على عدد الايونات من 4، وعليه يمكن استنتاج الووتر شيفت، لان الووتر هينتقل للحته اللي فيها اوزموتيك بريشر اعلى، وعليه يمكن استنتاج التغير في حجم الار بي سيز اللي هو البي سي في اللي هو الباكت سيل فوليوم. دي نمره 6 ونمره 7 يا اولاد، البي اتش حصل في ايه؟ اكشولي انا يعني غلطتكم غلطه صغيره خفيفه، ان انا قلت ان 3 سنتي سي او 2 الباقيين هم اللي بيحصل لهم كلورايد شيفت،
حقيقة الأمر يا أولاد لا، 2.6 بس، ولسه كنا قايلينها اللي بيتشالوا كباي كربونيت. من التلاتة سنت اللي فاضلين ربنا تخلص من 2.6 كباي كربونيت وساب 4 في فيزيكال فور، قلناها في الصفحة اللي قبلها كتايدا، وعشان اللي هي تمثل كام؟ 10%، 4 من 10 من 4 اهي تمثل 10%. عشان كده الفينس بلاد از سلايتلي اسيديك كومبيرد تو ذا ارتيريال بلاد، سلايتلي اسيديك. لكن حتى دي هجاوبها، ليه ربنا ما تخلصش من المشكله كامله؟ ليه ربنا كل شيء عند الله مستطاع؟ كان ربنا ممكن يخلي ال 3 سم باكملهم يتم معادلتهم، ليه عدل 2.6 وساب 4 من 10 من 4 يعني 10% زي ما هم فيزيكال فور خلوا الفينس بلاد سلايتلي اسيديك؟ هقولها بس بعد ما اخلص الجدول. اوفر ييرز يا اولاد لقيت معظم الطلبه بتغلط في ستيب نمبر 1 بس، ولا طالب بيغلط في الستيب 6 اللي فاضلين. بس اقول لك حاجه، لو غلطت في ستيب نمبر 1 كل الريزلتس ويل بي ديسترويد، كل الريزلتس باظت. ان احنا انت في ادي الار بي سيز وادي البلازما، تكتب الاين زاد ال او ثابت، فالطالب بيبص نظره قاصره للبايكربونيت اللي هو اول حاجه عندنا هي البايكربونيت، فبيلاقي البايكربونيت خارج من الار بي سيز رايح للبلازما، فنفسه الطالب يقول ايه؟ نفسه يقول انه بيزيد في البلازما ويقل في الار بي سيز. مش اهو السهم بيقول انه خارج من الار بي سيز للبلازما، يبقى يزيد في البلازما عند التيشو ويقل في الار بي سيز، وهذه الاجابه الخطا. عشان كده هي لو انتهى باللون الاصفر، الاجابه الصحيحه ان البايكربونيت بيزيد في كليهما، في الار بي سيز والبلازما. طالب قال لي فهمنا ازاي؟ انا شايف السهم خارج من الار بي سيز للبلازما، لان حضرتك بتبص نظره قاصره، كان لسه بص الموضوع ككل، ان نورمالي الار بي سيز ما فيهاش بايكربونيت، السي او 2 ده جاي لها من التيشو، كانت فاضيه وجاي لها سي او 2 كربونيك اسيد من التيشو اهو، احتفظت بجزء وادت جزء للبلازما. فحقيقة الأمر البايكربونيت زاد في كلاهما. طالب قال لي مش فاهم أنت قلت إيه؟ قلت له تصور، وأنا عارف إنك مش فاهم، فتملي بقول مثال طفولي. أنا راجل مفلس، فسيد سين من الناس تفضل عليا واداني 10 جنيهات. خلاص؟ أنا الأر بي سيزر. اداني 10 جنيه. أنا لقيت سيد صاد أكثر إفلاسا مني، فأديته 7.5 بالعشرة واحتفظت ب2.5، ما هو ده اللي عملته الـ RBCs، أدت 75% للبلازما واحتفظت ب2.5 من الـ CO2 اللي جاية. يبقى هل في نهاية اليوم أقول إن أنا فلوسي نقصت عشان أنا تصدقت لصاد ب7.5 بالعشرة اللي ادوهم لي سين؟ لا، إحنا الاثنين أنا والشخص اللي تصدقت له احنا الاثنين فلوسنا زادت، لان انا بالاول كنت مفلس كله من خيرات السيد سين. سين اداني 10 جنيه، انا احتفظت ب2.5 واديت 7.5 لصاد، يبقى احنا الاثنين فلوسنا زادت. مش هقول ان عشان الفلوس انتقلت من جيبي راحت لصاد يبقى فلوسي نقصت، يا جماعه دي فلوسي اساسا، دي من خيرات التيشو، الكربون دايكسيد كله ده جاي من التيشو، الار بي سيز احتفظت بالربع وادت الثلاث ارباع للبلازما. اتمنى تبقى الفكره وضحت، انما تبص نظره قاصره على السهم الاخير ان البايكربونيت خرجت من الار بي سيز للبلازما يبقى زادت في البلازما ونقصت في الار بي سيز، ده ويل ديستروي ذا هول ريزلتس. بص للرسمه من الاول، ان ده كله من خيارات التيشو، سي او 2 ده احتفظنا بالربع في الار بي سيز حسب امكانياتها اللي بتقسم، والثلاث ارباع والاهم ادينا للصوديوم، يبقى زاد في كليهما. بعد كده ما قابلتش طالب في حياتي غلط ولا اتمنى انه يغلط. انتوا بقى كملوا معايا. الكلورايد بينتقل من البلازما الى الار بي سيز، يبقى هيزيد في الار بي سيز ويقل في البلازما، كلورايد. طب الكاتاينز، احنا قلنا سؤال ام اس كيو، الممبرين من روائع الخلق والخالق، الممبرين بتاع الار بي سيز غير منفذ للايونات الموجبه اللي بتروح للكاثود فيسموها كاتاينز، يبقى دي ثابته في الاثنين. وعليه الاوزموتيك بريشر، نعد زي الاطفال، يبقى في الار بي سيز
البايكربونات زادت، الكلورايد زادت، الكاتاين ثابت، يبقى الاوزموتيك بريشر زادت مرتين، حتى بايكربونات وكلورايد 2 بلسز وده ثابت. انها في البلازما البايكربونات زاد والكلورايد نقص، اين فور اين، كل اين بايكربونات بيخرج بيدخل قصاده اين كلورايد يبقى ثابت، والكاتاينز ثابته يبقى ثابت ثابت، يبقى النتيجه الاوزموتيك بريشر ثابت. ما تعدوهم زي الطفل، هنا 2 بلس 1 ثابت يبقى 2 بلس، هنا 1 زاد البايكربونات ونقص قصاده 1 كلورايد يبقى ثابت وثابت. يبقى الميه تنتقل منين لفين بقى يا اولاد؟ تنتقل من البلازما حيث الضغط الاسموزي الثابت للضغط الاسموزي اللي زاد في الار بي سيز، يبقى ده الووتر شيفت. وعليه يبقى عند التيشو يا اولاد بيحصل ووتر شيفت من البلازما للار بي سيز. فلاول مره نفهم، فحجم الار بي سيز عند التيشو بيزيد، الار بي سيز بترجع لنا اكبر من عند التيشو بسبب الووتر شيفت، بسبب الكلورايد شيفت فينومينون. وده اللي قلناه مع البلد، ان الهيماتوكريت فاليو الباكت سيل فوليوم اعلى في الفينس عنها في الارتيريال بلد. الار بي سيز بتروح للتيشوز بحد بترجع بحجم اكبر بسبب الزياده في الاوزموتيك بريشر ادت الى ووتر شيفت، ادت لزياده في حجم الار بي سيز باكت سيل فوليوم هيماتوكريت فاليو. واحد من اشهر الاسئله. اما البي اتش المفروض الكلام ده عملناه ليه؟ للحفاظ على البي اتش كونستانت. حقيقه الامر ان الكلورايد شيفت ما خلصتناش من التلاته اللي فاضلين. قلنا الهيموجلوبين خلصنا من ربع المشكله. التلاته اللي فاضلين تخلصنا، الكلورايد شيفت خلصتنا من 2.6، وستيل في 4 موجوده في فيزيكال فورم بتخلي الفينس بلاد سلايتلي اسيدك. وده برضو هجاوب السؤال للزملاء الأصغر سنا وكثير منهم مش عارفين الإجابة. إن كل شيء عند الله مستطاع. كان ربنا ممكن كلورايد شيفت تخلصنا من التلاتة كاملين. ليه ربنا ساب 10% من السي او 2 مذابين في فيزيكال فورم؟ الإجابة للأوائل تنقسم إلى شقين. ان السي او 2 في الفيزيكال فورم ده، السي او 2 اللي في الفيزيكال فورم خدنا البورز افكت، هو اللي بيقلل الافينيتي في هيموجلوبين تو اوكسجين، يخلي الهيموجلوبين يسيب مور اوكسجين تو ذا تيشو. يبقى البورز افكت كان التاثير مين؟ تاثير الكربون دايكسيد المذاب، البريشر اوف كربون دايكسيد والهيدروجين اين اللي هو ناتج من الكربون دايكسيد المذاب، ده البورز افكت. يبقى السي ال 10% اللي اتسابوا من السي او 2 دول في صوره كربونيك اسيد هيدروجين اين، دول اللي بيخلوا الهيموجلوبين يسيب مور اوكسجين تو ذا تيشو. ثانيه اهم، لما نسيب 10% من السي او 2 مذابين، يبقى الفيزيكال فورم في الفينس بلاد هيبقى اعلى من الارتيريال، وعليه التنشن في الفينس بلاد بتاعت السي او 2 هتبقى اعلى 46. وبص لي، لما نسيب 10% من السي او 2 في الفينس باب ما عدلناهمش مذابين، يدوا كربونيك اسيد، يدوا تنشن، يبقى الضغط في الفينس باب هيبقى بتاع السي او 2 46. فلما يروحوا للالفيولاي ويلاقوا التنشن هناك 40، يتجه الكربون دايكسيد منين لفين؟ من الاعلى الاقل، من الفينس باب للالفيولاي، فنتخلص من السي او 2. لكن لو قلنا ربنا عادل كل السي او 2، مفيش سي او 2 فيزيكال زياده خالص في الفينس، كان هيبقى الفينس عنده نفس كميه الفيزيكال، نفس التنشن بتاع الارتيريال بلاد والالفيولاي، يبقى ما يروح البلاد للالفيولاي الضغط ده زي ده، يبقى ما يحصلش انتقال للسي او 2 من الفينس بلاد للالفيولاي ونتخلص منه. This is why، وانا بأثبت في كل محاضراتي أنه وراء الخلق خالق، لأني فكرت في كل حاجة. هو ربنا ما كانش ممكن يعادل ال 100% إن الهيموجلوبين شالت 1/4 والكلورايد شيفت كانت تشيل 3؟ الكلورايد شيفت ما شالتش 3، شالت 2.6 وسابت 4 من السي او 2 أز إز. سي او 2 مذاب يدي كربونيك أسيد. فادني في حاجتين، إن السي او 2 اللي يتساب ده
بورز افكت هو ده اللي بيخلي قابليه الهيموجلوبين الاكسجين تقل، بيقلل افينتي الهيموجلوبين الاكسجين يسيبوا الانسجه. الاهم ان السي او 2 المذاب ده عامل تنشن، خلى التنشن في الفينس بلاد اعلى من التنشن في الارتيريال يعني الالفيولاي. فلما الفينس بلاد يرجع لللانك يبقى التنشن فيه 46 بينما في الالفيولاي 40، يبقى السي او 2 اتجه من الفينس بلاد للالفيولاي الى الخارج. ادي الكلام كل حاجه جاوبناها ليه؟ جاوبت لكم ما لم محدش هيجاوبه لكم ابدا. ليه من الاول الارتيريال بلاد راح فيه 48 سم سي او 2 وراح ياخد 4 تايدل؟ عشان يبقى الفينس فيه 52 والارتيريال 48، يبقى لما تقسم دي على 52 على 48 تبقى واحد وحاجه، يبقى تقريبا البي اتش زي بعض حاجه مع الهيموستيزيس. ليه ربنا ما تخلصش من كل السي او 2؟ جاوبتها برضو وهي هوريها لك تاني. اهي التقسيمه اهي قلناها لو كنت نسيتها. التوتال ارتيريال 48 متوزعين ازاي؟ ده مش موضوعنا دلوقتي. 3 3 42 للتذكره. التايدل اللي هو موضوعنا بقى الاهم، التايدل اللي هو جيفن باي تيشو، افتكرها التايدل جيفن باي تيشو تي اي تي اي اهو خلاص، مش اي تي اي تي انفورميشن تكنولوجي. التايدل هو اللي جيفن باي تيشو 4. توزع ازاي؟ الهيموجلوبين خلصنا من واحد كربونين كومباوندز، فاضل ثلاثة الكلورايد شيفت البايكربونات خلصتنا من 2.6 بس 65%، وستيل في 10% 0.4 موجودة في فيزيكال فورم، لأن الفيزيكال فورم ده هيخلي الهيموجلوبين يسيب الأكسجين الأنسجة بورز إفكت، وهيزود التنشن في الفينس بلاد عن الألفيولاي. فلما يروح الفينس بلاد للألفيولاي يبقى التنشن عنده أعلى، نخلص من CO2 من الفينس بلاد للألفيولاي إلى الخارج. ده إجابة السؤال. يبقى ده الكلورايد شيفت فينومين التيشو، ده ريزالتس السبعة بطريقة رائعة، جدول رائع. الأول ثلاثة الأيونات البايكربونات لا نتبادل مع الكلورايد ولا نتبادل الكاتاينز، الممبر لا ينفذ الكاتاينز الصوديوم والبوتاسيوم البوستف. من عدد الأينز تقدر تتصور الأوزموتيك بريشر، وعليه الووتر شيفت، وعليه حجم الأر بي سيز، وفي الاخر نمره 7 البي اتش. بي اتش في الفينس بلاد سلايتلي اسيديك لان اتساب 10% في الفيزيكال فورم. فين اللي هتدستروي كل الحكايه؟ البايكربونات. ان لو نظرت نظره غبيه ان يبقى قلت البايكربونات اتنقل من الار بي سيز الى البلازما، يبقى نفسك تقول انه زاد في البلازما وقل في الار بي سيز. لا، لازم تبص للرسمه كامله. ان الار بي سيز لما راحت ما كانش فيها سي او 2، ده من خيارات التيشو، ابقت الربع على قد البوتاسيوم والاهم التلات ارباع خرجته يتعادل بالصوديوم. فالبايكربونات زاد في كليهما. بعد كده ما شفتش طالب غلط، الكلورايد هنا يزيد وهنا يقل، الكاتاين ثابته في الاثنين. لما تاخد محصله يبقى الاوزموتيك بريشر زاد في الار بي سيز، ثابت في البلازما. يبقى الميه تنتقل من البلازما لل ار بي سيز، يبقى حجم الار بي سيز الهيماتوكريت فاليو باكت سيل فوليوم في الفينس بلاد اعلى من الارتيريال. يبقى لما يسالك شافوا ليه الباكت سيل فوليوم اعلى في الفينس، الاجابه كلمتين، بسبب الووتر شيفت، بسبب الكلورايد شيفت فينومينا والفينس بلاد سلايتلي اسيديك. السؤال ده يا اولاد بيجي بصوره اخرى، بدل ما يجيب لك كلورايد شيفت فينومينا ادى تيشو وهو السؤال الاشهر، يجيبها لك ادى لانكس. انا اتعودت في كل محاضراتي ان اقول بص يا اولاد دي هوم وورك عاوزك تعمله. انا عاوز طالب يبقى ذكي، انت تحفظ كويس قوي اللي عند التيشو، عند التيشو تحفظ اللي عند اللانج. افرض جالك سؤال عند اللانج، كل هذه التفاعلات يا اولاد ريفيرسبل، كل التفاعلات اللي انتوا شايفينها دي ريفيرسبل مرتجعه، يحصل العكس تماما. وانا هديك الكي وجربه بعد المحاضره اعملها. انت احفظ التيشو، ولو جات لك نتصور ان ده امتحان جات لك في الامتحان، جاوب التيشو بالرصاص حلو، وبعدين اعكس ثلاث حاجات اديني قلتهم. لو كتبت بدل التيشو هنا لانج يبقى التنشن هتتعكس نمره واحد، يبقى اللانج هيبقى السي او 2 عندها 40 بالعكس والفينس بلاد عنده 46، والاوكشن بالعكس اللانج هيبقى عندها 140. يبقى اول حاجه تعكسها التنشنز، وعليه تعكس رؤوس الاسهم، لو السهم متجه راسه هنا حطه هنا، كل رؤوس الاسهم نمره 2. واعكس الريزلتس،
الزائد اعملها ناقص والناقص اعملها زائد والمتساوي سيبه زي ما هو. هتلاقي السؤال الجاوب اوتوماتيك اوتوماتيك. يبقى تاني مش عاوز طالب غبي لخبط نفسه ويحفظ الكلورايد شيفت عند التيشوز اللي شرحناها وهي الاهم وهي اللي بتيجي ويحفظها كمان عند اللانج. في بعض الجامعات بيحاول يلخبط طالب يجيبها له عند اللانج. وما نعمل ايه اللي هتعمله النهارده؟ هروح مجاوبها في ورقه زي دي كده بالرصاص تيشو، وبعدين اعكس ثلاث حاجات كاتبهم لك انا حتى مين تعكسه بالثلاثه. تعكس مكتوبين قصادك اهي التنشن وعليه الاسهم الارز وعليه ريزالتس. التنشن يعني بدل ما هيبقى هنا 40 46 هتبقى بالعكس 46 هنا 40 هنا، ودول اتعكسوا ال 40 وال 100. كل الاسهم كل اللي تعمله تاخد راس السهم من هنا تحطه الناحيه الثانيه، راس السهم من هنا تحطه الناحيه الثانيه، لان كل التفاعلات ريفرسبل. والريزالتس تخلي الزائد ناقص والناقص زائد واللي يساوي زي ما هو. هتلاقي السؤال الجاوب يعني حلاوه. خلاص؟ اديها حلاوه. على راي الاعلام. يبقى هتعكس كام حاجه؟ ثلاثه. نقوله مع بعض. نمره واحد التنشن. وعليه لما تعكس تنشن الاسهم راس سهم تقلبه الناحيه الثانيه. وعليه الريزالتس الزائد ناقص والناقص زائد واللي يساوي تسيبه زي ما هو. اوعى تنسى تكتب هنا عن التيشو. نيجي بقى الغباوه اللي بيعملها ساعات بعض الطلبه. صور. إن اول حاجه انا قلتها ان عند التيشو ايه بقى عمال سالت سؤال طفولي. لانك لو كتبت سؤال اللانج عند التيشو او التيشو عند اللانج هتاخد صفر مع انك كتبت كل حاجه مظبوط. ابسط حاجه تسال روحك عن ماذا يحدث عن التيشو، السؤال الطفولي. التيشو بتدي سي او 2 وتاخد اوكسجين. بينما لو كان السؤال عند اللانج العكس، اللانج بتدي اوكسجين وتاخد سي او 2. لو جاوبت سؤال قلت يا نهار ابيض ده انا حطيت ده مطرح ده، للتاكد انك مشيت في الاتجاه الصح تسال روحك السؤال الطفولي. هو جاب لي تيشو، ماذا يحدث عن التيشو؟ ابص على رسمتي الاقي التيشو بتدي سي او 2 وبتاخد اوكسجين. لو جابوا لي لانج الاقي اللانج بالعكس بتدي اوكسجين وبتاخد سي او 2. يبقى ده الكلورايد شيفت فينومينون. سنتي من الاربعه تولاه الهيموجلوبين، قال انا لما بسيب الاوكسجين بقدر اشيل سي او 2 اكتر. خلصكم من ربع المشكله سنتي من الاربعه 25% ككاربامينو كومباوندز. الكلورايد شيفت 2.6 مش 3، ستيل في 4 ما تخلصناش منهم. في الخطوات الاربعه الكون كربونيك اسيد نعده بالبوتاسيوم خطوه ثانيه، خلص البوتاسيوم نخرج الباكرامات للتعادل بالصوديوم خطوه ثالثه. طب كده نيجاتيف هيزيد. الخطوه الاخيره والاهم يدخل الكلورايد. طب يخرج ايون بايكربونات ويدخل ايون كلورايد الى متى؟ دورانز اكوليبريم. اوعى تنساها في اجابه السؤال عشان تاخد فول مارك. البلازما على الار بي سي يساوي الار بي سي على البلازما. ثم الريزلتس السبعه ومع شقت مثل عشق النظام ثلاثه ايونز بايكربونات وكلورايد نتبادلهم كطالنا نتبادل. من عدد الايونز على الاوزموتيك بريشر وعليه الووتر شيفت وعليه حجم الار بي سي ادي كمان ثلاثه بقوا سته. يبقى ثلاثه ايونز تعرف منهم اوزموتيك بريشر ووتر شيفت باكسل فوليوم كمان 3 6 ثم البي اتش ان سيبنا 10%. لو جالك السؤال تيشو اديني قلت لك وعمري ما شرحت اللانج. اعملها بنفسك. كنت بديها لهم في المحاضرات هوم وورك. اكتبها بالرصاص واعكس التنشن نمره 1، الاسهم نمره 2، الريزلتس نمره 3. الصفحه الاخيره في هذه المحاضره والاسهم. اللي هو كارون دايوكسيد ديسوشيشن كيرفز مالهاش اي قيمه، عمرها ما بتيجي. فكرتها بس انها بتشرح الهالدين افكت. بص في ثلاث كيرفات قصادك هنا. الاول في اي كيرف علمتك ايه الجمله رقم واحد؟ ذكرني بيها. تقول لي بنمثل ايه على الراسي وايه على الافقي؟ اي كيرف. خلاص احنا بعد في الاخر بنحفظ بعض بقى لنا طريقه. فهنا بمثل ال سي او 2 كونتنت في مواجهه البريشر اوف كاربون دايوكسيد. ما تلخبطش في الاوكسجين ديشيشن كيرف. جبت لك سؤال كنا بنحط البرسنتج ساتوريشن اجينست البريشر اوف اوكسجين.
هنا ما بنحطش بيرسنت ساتوريشن، بنحط سي او 2 كونتنت. هناك ما كناش بنحط اوكسجين كونتنت، وقلتها ليه؟ ارجع نحط. مش عاوز عبط، اوعى تكتب لي بيرسنت ساتوريشن. بيرسنت ساتوريشن دي نسبه تشبع الهيموجلوبين بالاوكسجين. هو هنا يا بني ادم، يا بني ادم، الكربون دايكسيد بيحمل اساسا على الهيموجلوبين. الكربون دايكسيد اساسا 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 كباي كربونات. يبقى بيرسنتج ساتوريشن ايه اللي هتحطها هنا؟ هنا بنحط السي او 2 كونتنت، السي او 2 كونتنت في مواجهه البريشر سي او 2، لان السي او 2 لا يحمل اساسا على الهيموجلوبين، انما بيحمل اساسا كباي كربونات. في ثلاث كيرفات هنا. كيرف فور كومبليت ريدوس بلاد باللون الازرق، حاجه مش موجوده في الجسم. نسبة تشبع الهيموجلوبين زيرو. بنعملها ازاي؟ معلكش بس انا اقول لك، جهاز التونوميتر اللي كلمتك عليه اللي بنحط فيه شوية دم، بنحطه في يعني اوكشن فري جاز، حط الهواء جوه ما فيهوش اوكشن خالص، فيبقى البلاك كومبليت ريديوست، وضع مش في الجسم خلاص. وده الكيرف الاحمر بتاع الاوكسجينيتد بلاد ارتيريال بلاد اللي هو الهيموجلوبين 97% مشبع. والكيرف الصغير اللي في النص ده بتاع الفينس بلاد اللي هو 70% مشبع دورينج ريست، 70% ساتوريتد، حتى ناقصه في كلمه بيرسنت. طيب يلاحظ ايه في هذا الكيرف؟ مش مكتوب في معظم كتبكم لكن انا بقولها عشان تفهم. يلاحظ في الثلاث كيرفات دول، يبقى عندي كيرف نوت فيسيولوجيكال لكومبليتلي ريديوسد بلاد دول لازم، كيرف اللي هو نسبة تشبع الهيموجلوبين 0% دي مش موجودة في الحياة، ده بموت. لو نزل تشبع الهيموجلوبين عن 50% اللي هو بي 50 موت. ده حاجة في الترومتر بره، بنجيب الدم في الترومتر ونحطه في وسط ما فيهوش اوكشن، فيبقى البلاك كومبليت ريديوس اهو. وده بنخلي ضغط الاوكشن 100 فيبقى البلاك 97% مشبع اللي هو ارتيريا. وبعدين تالت تجربة نجيب الترومتر ونحط فيه ضغط الأكسجين نخليه 40 فيبقى البلاد الهيموجلوبين 70% ساتوريتد. يبقى عندي تلات كيرفات. ايه اللي تلاحظه؟ لاحظ الآتي، ملحوظتين بس. أول ملحوظة منطقية، إن كلما زاد الـ CO2 تنشن على المحور الأفقي زاد الـ CO2 كونتنت على المحور الرأسي، وده منطقي. كل ما ضغط السي او 2 بيزيد بيزيد المحتوى من السي او 2. النقطه الاهم هي الاهم بقى الثانيه، اسف، وهي شاديه. كلما كان البلد اكثر حملا للاكسجين كان اقل حملا للسي او 2، والعكس بالعكس. كل ما كان البلد مش شايل اكسجين يبقى شايل سي او 2 اكتر. عشان كده اعلى كيرف في سي او 2 ومين بتاع الكومبليت ريدوس بلد، اعلى كيرف، اعلى الثلاثه كيرفات دول هو اللي ما فيهوش اوكشن خالص، هو اكثر محتواء للسي او 2، هو ده الهالدين افكت. واكثر واحد مشبع بالاوكشن هو الارتيريال بلاد، اقلهم احتواء للسي او 2 اوطاهم اهو، وفي النص الفينس. يبقى تاني بتمثل ايه اجينست ايه؟ ما بيجيش السؤال ده، ما بيجيش خالص، بس بقوله عشان تبقى فاهم. بنمثل السي او 2 كونتنت على الراسي في مواجهه البريشر او السي او 2 تنشن على الافقي. وكم كيرف؟ ثلاثه، واحد للارتيريال، واحد للفينس اللي في النص، وواحد للكومبليت ريديوس. ايه اللي بنلاحظه؟ حاجتين، كل في الثلاث كيرفات لما تزود التنشن الثلاثه بيزيد فيهم الكونتنت، بيطلعوا لفوق. منطقيه. الملحوظه الاهم ان مين اعلى كيرف فيهم؟ اللي هو ما فيهوش اوكشن خالص واكثرهم محتوى للسي او 2 كومبليتلي ريدوسد، ومين اقلهم محتوى للسي او 2 الكومبليتلي اوكسجينيتد 97% في النص الفينس، لان هو ده فكره الهالدين افكت. ايه الارقام اللي هتكتبها هنا؟ عارفينها، حافظينهم من قبل كده. فاكر التنشن سي او 2 40 46، 40 ارتيريال و46 فينس. طب والكونتنت لسه قايلينها، التوتال ارتيريال في 48، الارتيريال في 48 سنتي سي او 2 في كل 100 سنتي في 48. طب ياخد 4 تايدل يبقى الفينس فيه كام؟ 52. يبقى اعداد اوريدي قلناها، مفيش حاجه جديده، خلص الكيرف. يبقى نقطتين بس،
اللي هي الفينس والارتيريال بوينت التنشن قلناها 1000 مره، السي او 2 40 46 40 46 وطبعا 46 في الفينس و40 في الارتير. طب والكونتنت كنا قلنا التايدل هو اسف التوتال هو الارتيريال 48، التوتال سي او 2 هو الارتيريال 48 اهو بيروح الانسجه ياخد 4 اللي هو التايدل جيفن باي تيشو 4، يبقى الفينس فيه كام توتال زائد التايدل 48 و4 يبقى 52. تعال بقى نشوف هنكبر الحته دي تحت اللي هو البورشن يعني جزء من السي او 2 ديشن كيرف اللي هو الداش لاين اللي هو مشرب ده ريبريزنتس الهالدين افكت، انه النقطه دي بتمثل الفينس بلاد. كنت احب الاوثر الامريكاني يكتبها في والنقطه دي الارتيريال يكتبها ايه، مش عارف ليه اختار اي بي ده حتى اتلخبط، يعني الفينس بلاد ايه والارتيريال بلاد بي، كان كتبها ايه ارتيريال تحت وفوق فينس، ما عليك مش هي دي الفكره. فنفس الفكره هنا التنشن 40 46 40 46 40 في الارتيريال و46 في الفينس، والكونتنت هنا الارتيريال فيه 48 قلنا التوتال ارتيريال 48 ياخد 4 من التيشو يبقى يرجع فيه 48 و4 يبقى 52، وده الهالدين افكت. انا عايز اقول لك ايه هو قصه الهالدين افكت وقصه البورز، هي سهله جدا ومفهومه جدا واحب اقولها لكم يا اولاد في عجاله. الفرق بينهم ان البورز افكت بيقول الاتي، ان السي او 2 يعني في البور تبتدي بالسي او 2 البي مع السي، افتكر البي مع السي، البورز تقول ان السي او 2 بيقلل افينتي هيموجلوبين تو اوكسجين، ده البورز افكت. يعني لما بيظهر السي او 2 لما الانسجه بتدي سي او 2 بيتحد مع الهيموجلوبين يخليه يسيب اوكسجين، يبقى البورز تبتدي في البورز تبتدي في البي تبتدي بالسي، الهالدين العكس تقول الهالدين ان العكس الاكسجين، الاكسجين بيقلل بيخلي الهيموجلوبين يسيب الكربون دايكسايد اهو في الارتيريال بلاد. لما بيبقى عندنا في الارتيريال بلاد مشبع بالاكسجين اكتر تلاقيه اقل حمله للسي او 2 48 بدل 52، يبقى الهالدين هي تاثير الاكسجين على السي او 2 تبتدي بالاكسجين. عشان طالب ما لخبطهمش ان هما نفس الفكره، هي فكره الاثنين حاجه واحده، ان برغم ان الهيموجلوبين يا اولاد بيشيل الاكسجين في نقطه مختلفه عن الكربون دايكسايد، عاوز اقولها لكم اهي يعني هحطها لك فرق، يعني الاكسجين بيتشال فين على الهيموجلوبين؟ على الحديد، انما الكربون دايكسايد بيتشال فين؟ على ال NH2 جروب، ده الاماكن اللي بيحمل فيها الاكسجين والكربون دايكسايد، ده في مكان وده في مكان، الاكسجين على الحديد الكربون دايكسايد على NH2، يبقى المفروض ما لهمش علاقه. لا في علاقه، من روائع الخلق والخالق ربنا خلى الهيموجلوبين، بقولها باسلوب في مزاح عشان ما تنسوش، شغال نظام شاديه عشان ماليش قلبين ما اقدرش احب اتنين، كلما كان الهيموجلوبين اكثر حملا للاكسجين كان اقل مقدره على حمل السي او 2، ده الهالدين افكت، والعكس كلما كان اكثر حملا للسي او 2 للسي او 2 كان اقل مقدره على حمل الاكسجين، ده البورز افكت. يبقى هم حاجه واحده، يشيل اكسجين يسيب سي او 2، يشيل سي او 2 يسيب اكسجين، الطلبه بتلخبط البورز مع الهالدين. فانا قلتها لك بطريقه لا تنسى، البي وراها حرف السي، فلما اقول لك قول البورز افكت هو قال لي البورز بي بقول السي، اقول يبقى السي او 2 بيقلل البايندينج اوف هيموجلوبين وذ اوكسجين، وعكسها الهالدين اقول الاكسجين الاوكسجين بيقلل البايندينج اوف هيموجلوبين تو سي او 2، ذات ايزي، وده اللي احنا شايفينه انه الارتيريال بلاد اللي فيه اوكسجين كتير قلل البايندينج تو في سي او 2 قليل عن الفينس، ده البورز والهالدين. تاني يا ولاد يبقى احنا خلصنا كده ال CO2 ديشيشن كيرف ما بيجيش يا ولاد، اللي بيجي الاكسجين كيرف ده سؤال نظري مهم واستمليون،
السيو ديشن كيرف سؤال غير مهم واستشف قيمته بس في القصه دي. تاني اقوله لك في عجاله في كل كيرف بنتعلم ولاد حتى لكله بنحط اسس للمذاكره. اما يجي لي كيرف ايه اول جمله اقولها؟ اما تقعد في برنامج في تلفزيون وهتشرح كيرف منحنى للمشاهدين لازم تقول لهم انت بتمثل ايه على الراسي وبتمثل ايه على الافقي. في الاوكسجين شان كيرف كنت بحط البرسنتج ساتوريشن اوف هيموجلوبين. برسنتج ساتوريشن اوف هيموجلوبين ليه؟ لان معظم الاوكسجين على مش معظم كل الاوكسجين ان كيميكال على الهيموجلوبين في مواجهه الاوكسجين تنشن. انما هنا السي او 2 ما بيتشالش على الهيموجلوبين اساسا كباي كربونيت. اهم سؤال اامن صوره السي او 2 كاربونيك اسيد كباي كربونيت يبقى برسنتج ساتوريشن ايه؟ فبنحط السي او 2 كونتنت اجينست سي او 2 تنشن. طب بعد كده تلاحظ ايه في الكيرف ده؟ حاجتين ملحوظه طفوليه بتاع الاطفال، كلما زاد التنشن على المحور الافقي زاد الكونتنت على المحور الراس، كل ما زاد التنشن البلاد يشيل اكتر سي او 2. ملحوظه الاهم بقى ان اكتر دم بيحمل سي او 2 هو اللي مش شايل اوكسجين خالص اللي هو كومبليت ريدوس، نسبه تشبع الهيموجلوبين صفر. وقلت لك بيعملوها ازاي في الترومتر اوكسجين فري اير جوه الترومتر مفيش فيه اوكسجين خالص. لكن بالعكس الارتيريال بلاد ال 97% مشبع اقلهم حمله لل سي او 2 ويجي ما بينهم الفينس بلاد. طب فين النقط؟ قلناها 100 مره النهارده 40% اوكسجين ده مش موضوعنا دلوقتي. 40 46 ده التنشن بتاع السي او 2 اهو تحت 40 ارتيريال و46 فينس. طب والكونتنت قلنا التوتال سي او 2 هو الارتيريال سي او 2 48 مليون مره. فاكر توزيعتهم ال 48 كانوا ايه؟ 3 3 42 42 بايكربونيت. يروح للانسجه تدي له مصيبه قنبله موقوته اللي هي الكلورايد شيفت 4 يبقى فيه 52. كبرنا الحته اللي تحت اهي عشان نشرح لك ايه هو الهالدين افكت. يمثله الخط المعرق ان الفينس بلاد اللي هو ايه هنا اللي هو فيه اوكسجين اقل بيحمل سي او 2 اكتر، والارتيريال بلاد اللي هو بي بيحمل سي او 2 اقل. هنا 52 وهنا 48 وادي الاعداد 40 46. ده اللي هو الهالدين افكت. اما لخص البورز والهالدين وهو واحد من اهم الاسئله وورد وايد في الشفوي بالبلدي بطريقه شاديه عشان ماليش قلبين ما اقدرش احب اثنين. برغم يا اولاد بقولها تاني ان الاكسجين والكربون دايكسايد بيحملا على نقطتين مختلفتين في الهيموجلوبين، الاكسجين على الحديد والكربون دايكسايد على ال NH2. ورغم ذلك حاجه غريبه جدا عندها في حته وده في حته، لو الهيموجلوبين شال اوكسجين كتير يسيب سي او 2، لو شال سي او 2 كتير يسيب اوكسجين. وده من روائع الخلق افهم ليه، لان عند اللانك هيشيل اوكسجين فاوتوماتيكا يسيب السي او 2، وده المطلوب عند اللانك ان ياخد اوكسجين يسيب سي او 2. تيجي عند التيشو العكس، هياخد سي او 2 من التيشو هياخد سي او 2، طب التيشو عاوزه ايه في مقابله؟ عاوزه اوكش، فالسي او 2 يخلي الهيموجلوبين يسيب اوكش. شوف الروعه، شوف العظمه، وراء الخلق خالق. يعني عند اللانج البلاد هياخد اوكش، فلما الهيموجلوبين ياخد اوكش يروح رامي السي او 2، وهو المطلوب عند اللانج ياخد اوكش من السي او 2، يروح عند التيشو الهيموجلوبين هياخد ايه؟ هياخد سي او 2 اللي بتديه التيشو، فيروح رامي لها اوكش. ايه العظمه دي؟ بتلخبطوها بقى مين يقلل مين؟ حفظتها لاجيال هنا وهناك في نورث امريكا. قلت لهم حرف البي مع السي، تقول البورز ده بي يبقى تبتدي بالسي وراه. البورز يبقى السي او 2 بايندنج يقلل هيموجلوبين افينيتي تو اوكسجين. اعكسها بقى في الهلدين، يبقى الاوكسجين بايندنج يقلل هيموجلوبين افينيتي تو سي او 2. I cannot be more clear than that. I hope I'm clear and I'm always clear. البور تبتدي بي سي، السي او 2 يقلل بايندنج هيموجلوبين تو اوكسجين، والعكس في الهالدين. وفي عجاله اني خلصت اقولها في خمس دقائق كده، الكلورايد شيفت او الهامبرجر فينومينو اللي هي قصه ايه؟ تبقى فاهم ايه اللي بنشرحه ده. قصه القنبله الموقوته ان كل 100 سنتي 100 سنتي ارتيريال بلاد بيروحوا التيشو بتديهم قنبله موقوته مميته اسمها تايدل سي او 2، تايدل جيفن باي تيشو، عشان بيتاخدوا عن تيشو ويتسابوا عند اللانج، زي يتحطوا في التيشو ويتشالوا عند اللانج زي ظاهره التايد المادة والجذب بسبب جاذبيه القمر.
اتكلمنا عليها. لخصتها في كلمتين، الأربعة سنتي دي هتخلص منها ازاي؟ الهيموجلوبين مشكورا لما بيسيب اوكسجين مقدرته على حمل ثاني اكسيد الكربون بيزيد. قال انا هشيل لكم سنتي ككربومان كومباوندز، قد ايه المشكله هتجيلك في الام اس كيو؟ ربع المشكله 25%، ستيل فاضل 75%. اكشوالي احنا هنخلص من 65 بس، الكلايد شيفت بتخلص من 65 لان ستيل في 10%، 4 من 10 هنسيبهم في الفيزيكال فور. ادي بقى الكلايد شيفت، اربع خطوات سهلين جدا. اول خطوه هي الكارثه، ان السي او 2 بقيت السي او 2 يدوب في الميه جوه الار بي سيز. اشمعنى في الار بي سيز؟ عشان هي اللي فيها كربونيك انهيدريز، ده سؤال مهم جدا. تدي كربونيك اسيد، حتى قلتها في مزاح في بيتنا، اسيد مش اسيد، اسيد مش اسيد، كربونيك. يا نهار اسود هموت، ايه اللي هدورني؟ ادور على ايه؟ اخلص من هذا الاسيد ازاي؟ عاوزك تعيش المعادلات. شوف لي بيز، من هي البيز المتاحه في الار بي سيز؟ بوتاسيوم. فين؟ مع الهيموجلوبين، لان الهيموجلوبين كبروتين موجود في جسمنا الالكلاين بيشتغل بيهيفز از ويك اسيد، هيموجلوبينيك اسيد. فربنا عمل حاجه رائعه، الحمض الاقوى اللي هيموت ينتزع القاعده من الحمض الاضعف اللي هو الهيموجلوبينيك اسيد، ياخد منه البوتاسيوم ويديله هيدروجين، يبقى تكون بوتاسيوم بايكربونات تتنفس اعضاء. الحمد لله. لكن الوقت يجري لغير صالحنا، ان كل شويه في سي او 2 جديد، كربونيك اسيد جديد، بوتاسيوم هيخلص. اه لو لعبت يا حظ، ولا يا زهر على راي احمد شيبة، اه لو نخرج شويه بايكربونات يتعدوا بالصوديوم بره، والصوديوم بره يقدر يعادل ثلاث ارباع الكميه بتاسيوم ربع بس. ده الخطوه الثالثه، فخرجنا البايكربونات عشان يتعادل بالصوديوم زي ما بيتعادل بوتاسيوم. الصوديوم اهم، 75% بالصوديوم و25% بوتاسيوم، يعني البايكربونات الصوديوم بايكربونات اهم من بوتاسيوم بايكربونات. اه بس مش هقدر اخرج كميه ثاني ليه؟ لان عدد النيجاتيف تشارجز بره هتزيد. الا اذا تفضل الكلورايد مشكورا بالدخول، وقد تفضل الكلورايد مشكورا بالدخول. وقلناها بالعكس، ولولا ان تفضل الكلورايد مشكورا بالدخول ما امكن الاستمرار في اخراج البايكربونات، لان كان عدد النيجاتيف تشارجز هتزيد فده هيعوق خروج البايكربونات. فكنت افاجئ بكربونيك اسيد مش قادر اعادله لان خلصت بوتاسيوم. كان حصل فيتال دروب في البي اتش وانقضت الحياه. يبقى حياتك عاوزك تحب دي، تبص للكلورايد كده تقول الحمد لله يا رب، شكرا انك خليت الكلورايد يتفضل بالدخول. من كتر ما همبرجر فاهم اهميه الخطوه دي في حياه البشر سمى العمليه باسمها كلورايد شيفت فينومينون. انظروا كيف تحرك الكلورايد، لولا ان تحرك الكلورايد ما امكن استخراج الاستمرار في اخراج البايكربونات، ما امكن معادله الكربونيك اسيد بالصوديوم كان عدلها بالبوتاسيوم، كان هيحصل فيتال دروب في البي اتش. طب الى اي مدى يقعد يخرج البايكربونات ويدخل الكلورايد؟ لحد حاجه اسمها دوننس ايكوليبريم، لحد ما البايكربونات في البلازما على الار بي سي تساوي الكلورايد بالعكس في الار بي سي على البلازما. طب نيجي الريزلتس، قلت لكم طريقه رائعه، جدول رائع. سبعه، تاخد اول ثلاثه اينز، بنتبادل بايكربونات مع كاتاينز ولا نتبادل مع الكلورايد؟ اسف، بايكربونات مع الكلورايد ولا نتبادل الكاتاينز؟ وده سؤال ام اس كيو. الار بي سيز ميمبرين بيفوت النيجاتيف، بيفوت النيجاتيف، ما بيفوتش البوزيتيف اللي بيروح للكاثود يسموه كاتاينز. من عدد الايونات تاخد اللي بعدهم، التلاته اللي بعدهم، دول ثلاثة، احب النظام قوي والتحصيل، دول ثلاثة. اعرف الاوزموتيك بريشر، وعليها اعرف النوتال شيفت، وعليه اعرف الار بي سيز حجمها هيحصل له ايه. ثم النقطة السابعة لوحدها، ان احنا ما تخلصناش من 100% المشكلة، في 4 من 10 من الأربعة يعني 10% سبناهم ك سي او 2 ان فيزيكال، فعشان كده الفينس بلاد سلايت اسيدي. فين الغلطة في أول واحدة؟ إن الطالب قبله يبص للسهم الأخير، ياخد من الآخر، يقول ده خرج كده يبقى هنا زاد وهنا قل. لا يا بابا، الار بي سيز لما راحت للتيشو ما كانش فيها بايكربونات، ده كله من خيارات التيشو، ابقت اللي تقدر عليه وادت الباقي الار بي سيز. في نهايه اليوم زاد البايكربونات في كليهما. انا بعد كده ما شفتش طالب يغلط، الكلورايد اتنقل كده يبقى زاد في الار بي سيز وقل في البلازما. الكاتاينز ثابته، الممبر ما بيفوتش كاتاينز. يبقى عدد الايونات في الار بي سيز زادت، الاوزموتيك بريشر زاد، في البلازما زائد وناقص، يبقى ثابت ثابت يبقى ثابت. وعليه الوتر شيفت يحدث من البلازما للار بي سيز، فالار بي سيز ترجع لنا من عند التيشو في الفينس بلاد حجمها اكبر. يبقى ما يسالني ليه الباكت سيل فوليوم او الهيبتكيد فاليو اعلى في الفينس بلاد؟ بسبب الوتر شيفت
بسبب الكلورايد شيفت فينومين، وسيبنا 10% في صورة CO2. انتوا بس اللي فاهمين ليه، سؤالين من اخطر الاسئلة، لان هذا CO2 في الفيزيكال فورم هو اللي بيمسك مع الهيموجلوبين يخليه يسيب الاكسجين للانسجة، مش كده؟ CO2 بيقلل باين اللي هو هالدين افكت، اسف ال CO2 بيخلي ده البورز افكت، لان البي مع السي قلنا البورز خلي CO2 بيقلل بيخلي الهيموجلوبين يسيب الاكسجين. وتاني واحدة قلناها ان الـ CO2 in physical ده هيزود التنشن بتاع الـ CO2 في الفينس بلاد، فلما يروح للألفيلاي يبقى التنشن of CO2 في الفينس اعلى من الألفيلاي، فالـ CO2 يخرج. دي الحتة دي. ثم قلنا الهالدين والبورز اوعى تنساهم في عجالة، قلنا انه الهيموجلوبين شغال نظام شادية عشان ماليش قلبين ما اقدرش احب اتنين، برغم اهي للمرة الأخيرة ان الاكسجين بيحمل على الاير والسي او 2 على ال NH2 في الهيموجلوبين مفيش مزاحمة، بس الهيموجلوبين لو شال واحد يسيب التاني، ودي من رائع الخلق. فالبورز قلنا عشان ما تلخبطهاش تعمل ايه، لان هما نفس الفكرة يعني اي واحد ممكن يتلخبط فيهم، فانا عملت لها طريقة حتى لنفسي، لنفسي مش ليكو، البي مع السي، لما يقول لي قول البورز اقول ابتدي بالسي او 2 لما يمسك في الهيموجلوبين يقلل بايندينج هيموجلوبين تو اكسجين، يبقى الهالدين ابتدي بالعكس، الاكسجين لما يمسك في الهيموجلوبين يقلل مقدرته على حمل السي او 2 يخليه يسيب سي او 2، ده الهالدين افكت. ولا تنسى الارقام مهمه جدا، 40 46، ده التنشن بتاع السي او 2 من اهم الارقام في الطب، والكونتنت 48 تديهم 4 يبقى 52. كده يا اولاد خلصنا الجزء الاكبر في السيركيليشن اللي هو الجزء الاول، وبعدين فضلنا الجزء الاصغر وهو الجزء الثاني، وده اكثر متعه لانه ما فيهوش كيرفات، فيه كلام رائع وجميل وحلو خالص. وفي النهايه سهرتكم واشكركم على وقتكم، واتمنى كما هي العاده اني اكون افدتكم وسعدت بلقائكم، والقاكم على خير دائما، ولم يبقى الا ان اتمنى لكم التوفيق، وربنا يوفقكم جميعا يا اولاد، والقاكم قريبا باذن الله. شكرا جزيلا.